طيب التبرعات، يعني في موجة منتشرة في المجتمع المصري بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يعني يتخلى عن نصف راتبه وعن نصف ثروته، وفعلت حضرتك نفس الشيء وفعله الكثيرون. هل تعتقد أن هذا المنهج يمكن أن يضخ أموالا، يمكن أن يفيد الاقتصاد المصري، ولا هو أيضا تسطيح للمشكلة؟ لا، مش تسطيح، هو ممكن يفيد، لأن طبعا احنا عندنا تحديات كبيرة جدا. أولا هذه المبالغ يعني الرؤية فيها الآن أنها تضخ في مشروعات تنموية لتشغيل الشباب، وده كان أمر واضح، يعني أن مشروعات تنموية لتشغيل الشباب، وأن يعني ما تنساش ان ده جرى قبل كده كتير في مصر، وشعب مصر العظيم ده لو تفتكر، انا فاكر سنة 68 او 67 بعد النكسة، وكان الجيش اتدمر تماما وكنا بنبني. انت عارف كان هناك حملات كبيرة جدا للتبرع، حتى السيدات الفاضلات المصريات كانوا بيروحوا، وعلى فكرة ده بيتكرر دلوقتي، وكلموني بيروحوا يتبرعوا بصيغتهم عشان يبنوا جيش مصر. وكان منساش هذا الموقف، ان سيدات طوابير كانوا بيتبرعوا بصيغتهم، وناس كانت بتتبرع بفلوس، وناس كانت بتتبرع باراضي. وام كلثوم الله يرحمها لفت من اجل جمع التبرعات، جمع التبرعات وتبرعت. فيعني ده موضوع شعب مصر، لما مصر بتطلب حاجه الشعب بيلبي. فانا واثق باذن الله ان يعني الحمله دي او الدعوه دي هيكون لها تاثير ايجابي، وخاصه ان الرئيس قال ان هو اللي هيشرف على هذا الصندوق، وانه ده بيدي نوع من الامان، لانه الرجل بدا بنفسه، والرجل ثقة الشعب فيه بلا حدود وبلا ثقف. فيعني أنا شايف أنها مش تسطيح، ولكن هي خطوة على الطريق. طيب في الجانب ده، في جانب تاني يتخوف منه بعض رجال الأعمال، أنه وكأنه يقال لهم أنتوا خدتوا من البلد كتير، ادفعوا بقى شوية، ادوها شوية. مش خايف أن ده يدخل الحكومة مع صدام مع رجال الأعمال؟ أنا بقول أنه دائما تخطئ الصورة.